تود أن تقول من خلال كلامك أن اللاعب سعدي بإمكانه أن يأخذ مكانة إسلام سليماني في المنتخب الوطني وأن يعطي الإضافة. واه سعدي تلعب دو نيف، عندك سعدي بالفوزي التريسيتي في ليكيب ناسيونال. هاودي انا باغي بالون، انا باغي نشوفو بالوا ولا عند اخويا باغي نشوفو بالون، لا باغي نشوفو بالون. واخرو سليماني وديرو سعدي وديرو معاه وديرو لنا الفريق المثالي، ماشي فريق اللي يمثل روحو ولا فريق اللي نتوما راكم باغينا نجوار، راكم باغينا نجوار واحد راكم باغينو لقت الجزائر تتحطم على جذاك الجوار، ما كاش ذاك الجوار ما ندوهاش هذاك الجوار. كوي وخر سليماني ندو كوب دافريك، والله وي وخر سليماني لا دينا كوب دافريك. انا نهضر بها من دروك، ماشي نكره سليماني بس الناس ما يقولكش اودي هذا آه جهوي هذا يكره واحد، يا ديك راه واحد من الوسط انا يا جهل وصح. قال انا عايشين بالجزائر، خريطه تاع الجزائر هكا داير، رانا عايشين بها وصحي. الشعب السايل كاينك راه سليمانيا يا وانا باغي البالو، انا نبغي فريق الوطني الجزائري يا خويا. جيبوا لنا الناس اللي يلعبوا بالو، واه ها جيبوا لنا الناس هذوك بالحنانه كيما دوك راهم دايرين تاع 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 مسابقه تاع كره ذهبيه. سليماني ود بلاد ومنا ونتمنى سليمان يا ودي. هذه مكاش تاع ود بلاد، هذه اللي كاينه كاينه، مكاش 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 تاع يا ودي كاينه. ويلا مكاش قول مكاش، كي سليماني محرز مكلاسي سيتيام في الموند تقول له ود بلاد ومحرز مين راه جايك؟ هاو محرز عليك انا بدك زال عليه، كي تقول له سليماني هاو قول محرز. هاو رانا قلنا بلي سلام محرز، سلام محرز كل شيء صالحه، والعام الجاي بن طالب والعام اللي عليه ادم الوناس وهي رايحه. هاو رانا المول، هاو قلنا بلي قولوا محرز سلام محرز ومن بعد غلام ومن بعد هي رايحه. هاو كنتو تقولوا الى متى الموهبه الجزائريه ما تبداش احسن لعاب في افريقيا؟ مي جات احسن لعاب في افريقيا وجات الجزائري راه واجد لا طابت صايك طاب ما ياكلوها. لا قال له محمد صالح، محمد صالح في 6 اشهر ما لعبش، ها نبغالها ها في 6 اشهر ما لعبش محمد صالح تاعكم اللي كنتو تشكروا فيه. ها في 6 اشهر باغين المسار ويولوا يعرضوكم، والله ما يسمعوا بكم والله ما يعرضوكم. انتوما عرضوهم بصح هما والله ما يعرضوكم، والله ما يسمعوا بكم. انتوما ضلوا لهنا لا الخطيب انا يلقيته وقال لي نورمالمون انت تدي امير جوار، عبد الرزاق قال لي انت تدي عبد جوار، عمر قيقي قال لي انت تدي جوار، افهمني الشاب سكومه قال لي انت تدي امير جوار، بالكيف تشكل. شكرا لك زميلي احمد شوبير. نتمنى نحن شخصيا محبي المنتخب الوطني ان يعطي الاضافه اللاعب سعد للمنتخب الوطني وان ينافس اللاعب اسلام سليماني كي ينافس ايضا اسلام سليماني على مكانته الاساسيه، كما نتمنى ذلك مع جميع لاعبي المنتخب الوطني زميلي احمد ان شاء شوبير. الله بربي. بصح شوف نعطوا الامثله، مين نعطوا الامثله؟ ماشي نشوفوا مورانا نعطوا الامثله بالموزمبيق، راك فاهمني؟ اللي نعطوا الامثله نشوفوا للبرازيل، خاطش على البرازيل على مستوى مهد كره القدم، مهد اللاعبين العظماء تاعهم لاعبين كرة القدم. من جيبو روماريو كي كان، شكون اللي كان يقول بلي روماريو غادي ما يلعبش كوب ديمون تاع 98؟ شكون اللي كان يقول؟ كاع الناس خلات روماريو بصح لونترينير كان عارف البريزيدون دخل وقال له لا كاين خير منه، كان كسمو بيبيتو شكون اللي جا موراه؟ ريفاردو. حنايا هاد الناس البرازيل روماريو جابي بلاصتو ومن بعد بيبيتو جابي بلاصتو ريفالدو. بصح حنايا هاد الصحافة تاوعنا ما نبقاوش حاصلين سليماني سليماني، راه نشوف سليماني 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 تيصرالو كيما ماجر تاع 92 كرشو خرجت ولا يلعب كرشو قدامو بزوج مترات. حنا صعيك هذا واخر يخرج من الباب الواسع، ماشي يخرج بالمعايرة ويخرج منا ويخرج. صعيك جا ناس هذا جيل يخلف جيل، لا جيل بنصولة ويره بنصولة ويره بنصولة سايق جيل يخلف جيل سيمان. كان لالماس كان بلومي لالماس فريحة بلومي وكيما يقول لك القافلة راهي تمشي، الجزائر راهي حية، الجزائر راهي حية مشي ميتة. كاينين ولاد الجزائر راهم يجوا يقدموا الإضافة، سليماني عطى الإضافة، ديك الإضافة تاعو سايق جا ناس ليق يلعبوا دروك. هاتوش
شفت انا مختار كره القدم يقول لك اللاعب المحلي ما عطاوش كاع فرصه. وهني صح اي تفكرت وهني خليني خليني من سليماني وخليني خليني من السعدي وخلي انا تفكرت ضرب واحد كاع ما جبتوش انا كاع ما عمري مازال ما هدرتش عليه. وهني صح يا مي تهضر لي انت على فرحه تجيبوه وهني وين نديروه هيا هني وين نديرو هيا اعطينا هني وين نديرو هيا ها ستاد ها الورقة وها ستيلو وها خيمة العيدوني هيا وريني مين ندخل انا يا الدار اللي ندخلها التاقة اللي ندخل ولا الباب اللي ندخل منها هيا 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 هضروا لي على هني هضر لي على هني عزيز حتى هضروا لي على هني لا بغيتو ربي بالك ما نعرفوش بالو حنا بالك الناس بالك هما ميشوفوا بالو بالمكخات قالوا انا نشوف البالو بطريقة أخرى. مخترع كرة القدم قال الرئيس معبد آمون قالوا أنا نشوف البالون بطريقة أخرى. أما أنا هني كان تشوف فيه ومي راك تشوف فيه فرحات يجي يمد الإضافة وهني شي يمد لك هني يمد لك فواياج تاع إضافة فواياج يمده لك هاك تهمني وشاك تهمني اللي قنعطوه الفرصة اللي قوضرك وين ما يجي وين ما يجي ريح هني ريح هني عاقل ريح هني عاقل هني والله ما يهدر بصح قال لكم راه عطاكم ميساج قال لكم السنان يا كوب دافريك انا يا كوب دافريك نستاهلوا باش نجيبوها تما نستاهل باش نجيبها على بالكش يستاهل باش يجيبها ما بالكش يستاهل باش يجيبها باش يلعب تيتيلر ويولي يبركي لك خاطر في رايك من الذي يحرم هني باخذ مكانه اساسيه في المنتخب الوطني من يحرم الصحافه وانت من تناشد الصحافه راهي دايره ضغط الصحافه هم صحافه دروك انت يا عندك هني عندك بالفوضيل عندك سعدي عندك غازال عندك محرز عندك ويدلو كيما هكا فرحات لماذا فرحات مهمش هل فرحات في القائمه السوداء فرحات كنقول لك تعال كنقول لك نبغي نقول لك كلمه فرحات النقطه اللي راه في القائمه اللي راه فيها ها تاع القائمه لا فيها انت تهضر لي على فرحات يلعب في الناسيونال كاين مخلي واحد راه يطير غازال لي ميير جوار دي لي ميير زيكيب دي موند يساوموا فيه وراه يتقلش ها مشيت داك داك البريزيدون مشي هيا ودي لك ها قائمة سوداء من ناد فانيك اليوم فانيك البارح شرك فمو شا قال لهم قال لهم بولحي جاء الوقت ليرحل انت تروح تلعب غارديا خرجت لنا غارديا شعال وقت انت كنت تلعب انت كنت اونترينر نورمالمون كنت درت لهم كيما هكا انا ما نكره لا شيء او شيء ما نكره تاع نورمالمون الكلمة الحق تنقال انت اونترينر وطاوك ورقة بيضاء والله لله غريب شا قالوا قالوا عطيتو ورقة بيضاء نورمالمون تكذب ديك الورقة كيما هكا كيما هكا تكذب بدلو كيما هكا شكون هذا الشاوشي شاوشي مع قدي ماتش انا ما عندي ما ندير به انا نخدم مع شعال ونخدم مع فلان وفلان صحيح شعال واه هذا اسمح لي راني نهضر لك هذا 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 من نادم قال لهم باللي مبول حي ما كاش بلاصتو هو يشكروا في شعال وشعال ومسنيين الجوار الغارديا كان في ديم معاقب 10 تعليمات راك فاهمني لو كان انت جيت مامن في شعال كنت درت شعال الاولى فتحنا نامنوا فيه يلعب في ليكيب ناسيونال زاماموش لان ماشي كاره زاماموش ولا حاجه بصح زاماموش في هذا العام نقص شويه نقص وبالك ناس دمروه صحافه دمروهم على رسالهم شحال من صحافي دمروه على راسو هاك فهمني غازال هضروا معاه قالوا له زعماك بلاصتك انت في ليكيب ناسيونال كاينه الصحافه الفرنسيه هضرت معاه شي يقول واحد انتيليجون شا قال له شا قال له بلاصتي فيها محرز فيها فيغولي في هذو الناس راني ندي من عندهم وهذو اللي هنا يجيبوا لاعب محلي عنده 20 عام يقعد يدير لهم كيما يقولوا له اه لا انت محقور تدير لهم كيما هكا وانا راني محقور ونعرف باللي ما يعيطوليش ومنه شو بصح شو غازل غازل ولا شكون هاو داو غازل ولا شكون غازل ولا فرحات ولا شكون يا ولد عمي ها انا راسي انا ضريت ولا لا نضرينا يا ولد عمي هضروا لنا اللي شان غازل قال لهم لا انا ندي من عند فيغولي وندي من عند محرز ومن عند ابراهيم ندي من عندهم هذو ناس كبار عليا هاك فهمني هذو ناس اقول فوتونا دوزيام تور كوب ديمو اللي نتوما تحلموا بها فوتونا ماركينا السبعه تاع ليبيت ماركينا السبعه تاع ليبيت سبعه واه ماركينا لا بلجيك ماركينا اربعه ها خمسه ماركينا للروس سته وماركينا الالمان واحد سبعه تاع ليبيت اللي نتوما زوج دورات تاع الكوب ديمو 82 86 زوج في الزوج ربعه وقيل ربعه وواحد
مركاو لا مركاو زوج الالمان مركاو مركيتو خمسة دو زوج دورات درتو زوج دورات دورة تاع 82 86 سان بيت سي بيت واحد روحتو درتو لعبتو على ماشنين وبعد درتو تبهديلات مونت كامل اسمع بيها. شكرا لك زميلي احمد شوبير. هنا نحن قد وصلنا الى نهاية الحصة. نتمنى كل التوفيق للاعب سعدي وفي الجيد المنتخب الوطني وان يعطي الاضافة اللازمة للمنتخب الوطني وان يفرح الشعب الجزائري ومتابعي الكرة الجزائرية. كلمة أخيرة توجه إلى محبيك وأصدقائك سواء كان هناك على قناة اليوتيوب شوبير ديزل أو على صفحة الفيسبوك. أنا قال عمراني ناشد هذه الصحافة توا هنا رانا نحضروا في الصحافة برحمة الوالدين. السكتوا خلوا الناس تخدم ما. السكتوا المسطحين خلوا الناس تخدم. ها صايك خويا. ولادي الناس كاع ولاد الجزائر وتحية الجزائر ولجي الشعب الوطني الجزائري والله يرحم الشهداء والله يرحم الشهداء تاع واجب الوطني الجزائري وتحية كاع ولاد الجزائر كاع وين ما كانوا. هذه هي خويا وتحية الجزائر. صحيح. كما اننا ايضا نهدي الى المتابع الوفي لفيديوهات شوبير عن تلس وهو الزميل السابق سابق لك في منذ الصغر منذ الطفولة وهو عمر قيقي. واه قال بلغ سلامي الحائل الى الاخ برمان ونهدوها الامين حنيفي خويا. شكرا لك زميلي احمد.